اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك خواتم الخير وفواتحه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ومغفرة منك وعافية ورضوانا. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين لآلائك، الصابرين على ابتلائك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وسلم المعتمرين والقاصدين والزائرين يا رب العالمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وردهم سالمين غانمين منتصرين ظافرين يا رب العالمين. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك أن تنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم يا ولي المؤمنين.
اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وأعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن بخير وصحةٍ وسلامةٍ وحياةٍ سعيدة. اللهم اجعلنا اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحدٍ فيها شيئًا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.